مرحبا بكم، نقدم لكم كيفية تحضير طبق البوبرايس. كاين 500 غرام نتاع البوبرايس، لازم تشلوه مليح من قبل، 3 مغارف كبار تاع الزيت، القليل من الملح، مغرفة صغيرة تاع العكري، من الأحسن يكون شوية حار، شوية فلفل كحل، 2 مغارف تاع الدرسة، نص حبة تاع الطماطم اختياري، نرحيوها هكذا، حبة بيض. بعد ما نشلو البوبرايس نحي الجهة تاع العروق، نرميها ونقطع الحبة على 2 بالطول ونقطعو هكذا كما نقطع السلق وما شابه. هذا التالي نرميه. درك نحطه في الطنجرة، من الأحسن تكون كبيرة. نحط عليه الزيت، نص مغرفة صغيرة تاع الملح، ما نكتروش، ومن بعد قبل ما يطيب ندوقه، إلا خصنا نزيدو شوية. قد هكذا القليل من فلفل الكحل، ما نكتروش تاني، ومغرفة صغيرة تاع فلفل العكري، من الأحسن يكون شوية حار. نزيد نحط الدرسة تاع الفلفل الحلو، اللي حاب يزيد يعني الطوماطيش مرحية يزيدها. نحط الطنجرة على النار، نخلطه شوية ونخليه يدوب. لوجود الماء في هذه النبتة ما كان لها نزيد الماء. راكو تشوفوا كيفاش ولات كاينه المرقه بلا ما درت الماء. بفيه يطيب ما يبطاش. نخلي المرقه شويه تنشف ونحط البيض. نخلط مليح، لازم البيض يغطي كامل الوجه. نغطيه ونخليه حوالي دقيقه. البيض راه حكم، نطفي على النار. التحضير تاع هذا الطبق راه ساهل، ما راش حاجه واعره. واللي ما يعرفش هذا النبته من قبل رايح يكتشف ذوق جديد، وان شاء الله يعجبكم. الطبق راه على صحن تقديم. شهية طيبة وإلى اللقاء.